ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد آخر من المواطنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة في اليوم 81 من العدوان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات كثيفة وعنيفة على المنازل في النصيرات وخان يونس بجنوب القطاع، وكانت مصادر طبية أفادت باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.